السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم راح يكون حلقه خاصه عن مديريه المرور العامه، وهذه الحلقه راح تكون هي حلقه نهائيه بهذا الملف المهم، ملف اللي يكون احتكاك مباشر مع المواطن لقضاء حوائجهم. ف يعني مرينا بعده حلقات وتم تصوير السيد اللواء أثناء مقابلة المواطنين، وأيضا تم التصوير في قاطع أو مجمع الحسينية المركزي التابع لمديرية المرور العامة، واللقاء مع السيد العميد علي الشمري مدير الموقع، والتقينا بالناس وكانت حوارات مباشرة مع الناس، والكثير من أشاد بدور وعمل الأخوان في مديرية المرور العامة. لكن هذا ما يعني أن نستقبل اتصالاتكم وهواتفكم اللي راح تكون هي ممكن تكون عملية تحفيز لكوادر مديرية الأمور العامة من السيد اللواء طارق الربيعي، جزاه الله خير، رجل متعاون جدا، إلى آخر موظف. نحتاج إلى أسئلتكم، نحتاج إلى استفساراتكم، وكناك بعض الإشكاليات لم تحل. أيضا سمعنا وهي دعوة من السيد اللواء طارق، أبلغنا بأنه كل أربعاء من الصباح الباكر إلى نهاية الدوام يكون لقاء مع المواطنين لاستقبال شكاواهم وهمومهم. أيضا كان هذا الاستقبال من خلال برنامجنا بنقل الشكاوى إلى الإخوان بإعلام المرور العامة، وتم الإجابة على الكثير من الأسئلة بمعية الإخوان جميعا من الضباط والمراتب في إعلام مديرية المرور العامة. اليوم راح يكون اليوم هو طي ملف مديرية المرور العامة، لكن نوعدكم في أي وقت نحتاج أن نستفسر من مديرية المرور العامة راح نطلب من الأخوان فتح هذا الملف حتى يتم التواصل وياكم بشكل مباشر. لكن كما تعلمون بأنه هذا البرنامج من طبيعته والتنوع بحلقاته تنوع بزياراته لدوائر الدولة، فلهذا السبب اكتفينا بمجموعة من الحلقات خاصة عن مديرية المرور العامة. لذلك راح يكون اليوم هو نهاية ملفنا مع الإخوان في مديرية المرور العامة. ضيف حلقتنا لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وأيضا لطرح بعض الأسئلة السيد المقدم فادي عماد نافع من إعلام مديرية المرور العامة. نرحب بك أجمل ترحيب سيادة المقدم. أهلا وسهلا بك أستاذ حازم، وشكرا لتقديم الجميل، وان شاء الله نكون عند حسن ظنك وحسن ظن المشاهدين. احسنت، بارك الله بكم سيادة المقدم. حتى نذكر الاخوان المشاهدين الكرام ان نوضع ارقام الهواتف اسفل الشاشه، سيد المخرج يوضع لنا الارقام الهواتف حتى ممكن اي اتصال احنا ان شاء الله نكون بخدمتكم، راح ناخذ هذا الاتصال على عاتقنا ويتم الاجابه بشكل مباشر من السيد المقدم فادي. هذا بصراحه وللامانه، وانت اليوم حاضر انا امام الجميع نقوله، رجل ملم بشكل كبير بملف مديرية المرور العامة، والجميل بأنه أنت ما قلت شنو الأسئلة، قلت تطرح الأسئلة بشكل مباشر، يحسب إليك ويحسب إلى إعلام مديرية المرور العامة على هكذا شخصيات ترسل إلينا تقديم الخدمات للناس. سيادة المقدم، راح نبدأ من حيث انتهت مديرية المرور العامة، ما هي آخر قرارات مديرية المرور العامة اللي تخص المواطن الكريم؟ نعم استاذ حازم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعرف انه مديريه المرور العامه هي مديريه قريبه جدا من المواطن الكريم، يعني المواطن يحتاجها بشكل يومي وهي على تماس مباشر. مثل ما تعرف انه عمل مديريه المرور العامه ما يختصر لا على العطل الرسميه ولا على هذه، كن دوامنا على مدار الساعه في كل ايام الاسبوع. وبالنسبه لاخر المستجدات في مديريه المرور العامه، هنالك بيانات اخيره صدرت من السيد مدير المرور العام المحترم اللي هو طارق ربيع المحترم، اللي تنص على التأكيد على بعض المخالفات اللي شاهد بها المواطن الكريم ساقي المركبات، الأخوة ساقي المركبات، المخالفات اللي موجودة بالشارع بكثرة، اللي منها التضليل واستخدام الهاتف النقال، السرعة الشديدة وعدم الانتباه. هذه المخالفات هنالك تأكيدات مستمرة لكافة مفارزنا في جانبي الكرخ والرصافة، إضافة إلى بقية المحافظات أيضا هنالك تأكيد مستمر على ضبط هذه المخالفات. أيضا شق مهم جدا عندنا في مديرية المرور العامة اللي هو الحوادث المرورية اللي تحصل، واللي للأسف أنه في الآونة الأخيرة أو في السنتين الأخيرة كان هنالك ازدياد لهذه الحوادث، فبالتالي هذا كان يقع عاتق كبير
وايضا جهد كبير على رجال المرور وبالذات على اعلام المرور لغرض يعني التكثيف بالحملات المستمره للتثقيف والتوعيه المروريه لاخوه سائقي المركبات حتى نقدر نحد من هذه الحوادث. مقدم فهد راح يتحدث عن التوعيه وعن العلامات المروريه وعن جهودكم الاعلامي ايضا، لكن بعد ما شاهد تقرير عن مديريه المرور العامه وبالاخص كان في موقع الحسيني المركزي مع العميد علي الشمري. نشاهد نحن وياكم مشاهدين الكرام هذا التقرير، ومن ثم نستكمل حديثنا مع المقدم فهد عماد نافع. تفضل. وعليكم السلام استاذ. انا بس احب اشكرهم. شاهد الله الساعه 9:13 دقيقة استلمت السنوية. أنت جاي تستلم؟ أنا من الموصل. الموصل. أبيع وأشتري. إيه؟ أتعنى لهذا الموقع شاهد الله. ممتاز. إي والله. ما حد يعرق لك. لا 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 والله. يعني حيل طيبين. جميل. أحب أشكر المدير وكل الكادر يعني. بارك الله بك، شكرا جزيلا. أنا أشكرك حبيبي العفو. ممتاز. يعني أبو الموصل يشكرك، أبو ديالة، أبو يعني احنا دائما المشكله من تطلع هيك ايجابيه تقول لك هذا ممكن الاعلام متفق مع الجهه المعنيه، لكن انا دائما ما احرج انا المواطن يعني مو احلفه، لكن اخليه في موقف يجبر ان يتحدث معه ويكون بصراحه. الكل اللي التقينا بهم هذا شيء ايجابي ما عدا سوى هاي السقيفه اللي طلبها، واللي يعجبني جنابك الامانه قلت له انا اخذ هاي الملاحظه راح اكيد استمع. اكيد هذا واجبي. بالعكس احنا يعني انت حضرتك لاحظت يعني التقيت باكثر من مواطن وسمعت ارائهم، فاني اللي وصلت لهالمرحله هو بسبب راي المواطن. يعني انا من اجي انا واستلمنا المجمع اكو بعض الاراء، انا كل راي ينطيني المواطن يعني اعتبره نصيحه انه ومحبه للدائره. بالعكس هو لو ما يحب الدائره ويحب يلاحظ الدائره بالشكل المتميز ما كان طرح. يعني لو مثلا المواطن لاقى غير سلبيه ما التجا لهاي الحاله، قال لك اكو سبلت واكو الهواء السبلت علينا وحراره، اذا هو شاف الكل الحمد لله والشكر اكو تميز بالمجمع، فلقى بس هاي قال لك انا ليش ابقي عليهم خلي اقلها لهم. فبالعكس يعني هاي يعني فد شيء يعني افتخر به حقيقه. بارك الله بي. هذا هو نفس الاليه جوا. نعم هذا نفس ادخال بيانات، بس احنا مثل ما قلت لك قبل قليل استاذ الغالي هاي اللي خاصه بالشركات تسجيل مركبات الشركات، فخليناهم قاعه خاصه عندي 5 مدخلين لهم، وهالقاعه تلاحظ انت يعني هسه سبالتها تبريتها الحمد لله والشكر، ادامه نظافتها، وفوق كل هذا انا اكد على كلام اللي قلت لك قبل قليل انا عندي احترام المواطن فوق كل شيء. احسنت. هذا هدفنا. هذا جزاك الله. هذا هدف ما كان لله الحمد لله. الحمد لله الله يخليك. خذ بس واحد ولا تخش شوف سوي. ايش عندك معامله سنويه؟ الاجازه السوق. اجازه السوق. صار لك ايش قد من البارحه واليوم؟ باحه واليوم. ليش من الباحه واليوم؟ ها الباحه صار عندي انه نسيت بطاقه السكن فاليوم. ها واضح. كملت ايه انا عبالي معرقه قلت يا الله. لا 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 ما كل عرق ان شاء الله. يعني شوف الامور سلسه. سلسه كلش وماكو اي زحام او شيء اخرنا. زين قبل اكو فارق مثلا؟ لا مراجع قبل المرور؟ لا هاي أول مرة. اول مره. يعني شوف يعني افضل. 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 تتمنى كل الدوائر ان شاء الله. ان شاء الله كلها تصير هيك. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. اذا هي يعني شكرا اشكرك يعني استاذ العزيز. احنا يعني انا استغل هاي زيارتك الكريمه انه والقناتكم المفضله ادعو المواطن، يعني هو الابتعاد عن جميع المعقبين اللي هم يستغلون المواطن. فكاميرتكم اليوم ونقلها للما موجود بالمجمع هو دليل على انه نجاح المجمع وانسيابيه داخل المجمع، فماكو داعي يلتجي لاي طريق. احنا اخوته موجودين، احنا بكل يعني من اعتدان من عدي لاخر موظف كنا نعمل خدمه مواطن. اي شخص محتاج شيء احنا حاضرين، استفسار حاضرين، شخص كبير يحتاج مساعده احنا عدي مرشدين وياه يجولون. كذلك يعني اوجه دعوه المواطن، انت مراجع دائره فلا تخلي المستمسكات تعوفن بالبيت ومصوره، انت مراجع دائره طريق وروحه وجاي يعني مكلفه عليه. اللي مطلوب منه هي جنسيه وسكن ماكو غيرن. جنسيه وسكن
جنسيه وسكن لا فقط، يعني بطاقه موحده لا تمويه من احتياج، بطاقه موحده بطاقه سكن، انت مراجع الدار راح تشوف الدار والانسيابيه بها. والحمد لله الصور احنا فقط بالفحص الطبي، فقط بالفحص الطبي صورتين فقط الفحص الطبي، ولا البقيه احنا يعني تصوير مباشر يعني كامل. اي شكرا جزيلا سيادة العميد، شوف مكان اخر. هذه عودة أخرى من مشاهدينا الكرام. طبعا كانت القاعة فارغة، بقى بس واحد بيها، فسألت يعني بس زين بقى أنه واحد مباشرة سأل من ذا أشوف، قلت هذا يمكن عد الناس القاعدين هم ماتين راح تجي نفس الفكرة ممكن. ذكرني بطباخ الرئيس، نقول له الشعب المصري فيني حازم، من يقول له ماكو حد مثل جي الرئيس، فاللي هذا بالفلافل هو واحد من الضباط أو من تسمين. فللأمانة فعلا انا اللي وجدته هذا، يعني انا كنت صادق بنقل الكلمات، صادق بنقل الوقائع الموجوده اللي دا اشوفها، لا عندي ارتباط بهذه الجهه او تلك، بالعكس يعني لهذا السبب افتح الاتصالات، افتح الاتصالات لان بدون فلتر اتصال متصل مباشره بالكنترول، كنترول يحولني اياه الاتصال ويكون على الهواء مباشرة. فأكيد متابعة اللواء طارق الربيعي ومتابعة الإخوان بإعلام المديرية المرور العامة هم اللي يتحملون كل الاتصالات اللي تورد من خلال هذا البرنامج. فهي دعوة للإخوان اللي عنده إشكالية، اللي عنده استفسار عن مديرية المرور العامة، ممكن يتصل بنا على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. نرجع بالعودة مع الاتصال. أو نعم أحمد، جيد انقطع الاتصال. كان موضوعنا حول التوعية والحملة الإعلامية المفروضة على عاتقكم بالإعلام. هاي الحوادث الكثيرة مثل ما تفضلت، يلا ما نكمل السؤال. عفوا أبو حسين من البصرة، السلام عليكم وتفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله. كل الهلا بك أبو حسين، تفضلوا. تحية خاصة لمقدم البرنامج وتابع البرنامج. الله يحفظكم وضيفك الكريم. الله يسلمكم حسين، تفضلوا. حقيقة عندي يعني ملاحظة وأمر هو يهم كل الناس، يعني خدمة. احنا نشكو من البصرة من السيارات الكبيرة، تريلات، البرادات داخل المناطق، صح، يعني متأذين بشكل صحيح. إلى أن يعني قبل فترة وصلنا احنا وعندنا جوارين وعادة تصير حتى بالسلام، تمام. يعني شخص عنده 6 برادات هو بيت واحد ثابت الشارع، تجي محمله الضغط يشتغل بالباب 3 أيام 4 5 لحد ما يخابر التاجر تعجب انت بعض الغسل مثل اللي من عنده الصعد من فوق لا تقدر مره تطلع الحديقه لا تقدر، سياراتنا صغيره ما نقدر نخليها، يجيني خطاب ما اعرف وين يحط سيارته، نحكي وياهم نقول كيف يسوي ويسوي. هاي ما لها حل، ما لها مشكلة، قد دراجات يضعون غرامات، يعني متأذين بشيء لا يضع. جميل، أحسنت. نطلب من السيد المدير أنه يعني شوف لنا الحل للحل. أنت تطلع يعني قصدك فرق جوالة من المرور العامة؟ نعم. قصدك أن تطلع فرق جوالة من مديرية المرور العامة؟ والله هذا غرامة، حتى اللي يجون يربطها الكهرباء على الوطني. إذا عنده حملة يربطها على الوطنية وخليها، تمام، حتى يشتغل البراد، تمام، يشتغل البراد. احنا متأذين بشكل تعاريت، يعني نظرون هاي الحالة والله يجزيكم خير. أحسنتم، بارك الله بكم حسين، شكرا على اتصالك. هاي التساؤل، وأضيف على هذا التساؤل المقدم فادي، وأيضا كنا نتحدث عن العلامات والحوادث تصير، وهاي الحوادث أغلبها هو السبب تعرج الشارع طبعا، خاصة من يطلع البصرة أو غير المحافظات. هذا يعني أبو سيارة الحمل لوري اللي محمل أكثر من الحمولة الطبيعية دي يتجاوز الخط مالته اللي هو الأيمن ويأخذ الأيسر، ويضطر سائق السيارة الصغيرة أن يتجاوزه يجتازه ويلقى له سيارة أخرى، فيصير الحوادث. حتى بالشوارع حسا شارع القناة نشوف السيارات الحمل تأخذ السائق الأيسر بعد ما تطلع من عنده، ما نشوف مثل قبل سيارات دراجة المرور أو سيارات المرور الصغيرة
وين تستوقفه وتغرمه. فهاي مجموعة أسئلة طبعا صارت في سؤال واحد سيادة المقدم. تفضل. بس بالنسبة للمخالفة اللي ذكرها الأخ بالبداية مثل ما تعرف عمو أنه بالنسبة للمركبات الكبيرة الحمل هذه بها توجيه بالنسبة لنا يعني في بغداد في محافظة بغداد في العاصمة هنالك توجيه يعني سابق من الأخوة أو السادة في قيادة عمليات بغداد دخول مركبات الحمل أنه يكون بعد الساعة الثالثة مساء ولغاية الساعة الخامسة فجرا. هذا من باب أنه المركبات الحمل أيضا ما يسمح لها التجوال داخل المحافظة أو داخل الطرق الداخلية في أوقات النهار فقط أوقات الليل. يعني مثلا على سبيل المثال منطقة الكرادة أو المناطق المهمة في بغداد ما يسمح لها التجوال يعني بأوقات النهار بسبب الكثافة والذروة اللي موجودة. صح. أيضا ما عندي قانون يسمح لي أنه أدخل داخل الأفرع أو داخل الأزقة. يعني بالنسبة للحالة اللي ذكرها الأخ المواطن المتصل أنه المركبات هذه مركبات شخصية يعني عائدة لمواطن. كان من المفترض يعني أنه من المواطن يشوف له بارك أو يشوف له ساحة معينة يقوم بتسييجها ويخلي بها المركبات العائدة. ويقول لك أنا ما عندي مشكلة ويا المواطن نفسه. نعم. يقول أقول له ما قاعد يفيد. بالنسبة للمركبات اللي الكبيرة اللي تتخذ الجانب الأيسر من الطريق واللي تسبب لنا حوادث مميتة. صح. حوادث قاتلة خاصة على الطرق الخارجية. وحتى مثل ما تفضلت دكتور حتى على يعني طريق القناة أو سريع محمد القاسم بصراحة مفارزنا متواجدة وخاصة في طريق قناة الجيش أو طريق محمد القاسم هنالك إحصائية يومية يعني بيان للسيد مدير الأمور العام المحترم اللواء طارق الإسماعيل المحترم أنه على جميع مفارز مديرية المرور في جانبي الكرخ والرصاف رصد هذه المخالفة يحاسب القاطع اللي تكون النسبة مالته قليلة ولكن القواطع اللي فقط مسؤولة عن الطرق الخارجية هنالك عندنا قواطع مثل قاطع طرق الرصافة أو قاطع طرق الكرخ قاطع المدينة بالنسبة لجانب الرصافة هذه القواطع اللي بيها طرق سريعة هذه تحاسب يوميا إذا كانت هنالك مخالفات والمخالفات موجودة مثل ما ذكرت مخالفات كثيرة فبالتالي هذه المحاسبة للقواطع حتى يؤدون عملهم بشكل كبير وتكون هنالك إحصائية برصد المخالفة الخاصة بعدم غطاء الحمولة بالنسبة للمركبات الكبيرة مثل ما تعرف يعني قبل فترة يعني نزلنا عبر السوشيال ميديا القناة الخاصة بمديرية المرور بعض المركبات الكبيرة اللي نشاهد منها تطاير المواد. صحيح. وهذا أيضا يسبب لنا يعني كوارث وليس فقط حوادث مرورية. أيضا بالنسبة للمركبات الكبيرة اللي تتخذ الجانب الأيسر واللي هو ما مخصص إلها إضافة إلى أنه مداخل العاصمة بغداد نشاهد يعني معظم المداخل أو هنا ثلاث مداخل رئيسية سايدين بالضبط هذه المداخل يعني تشوف التخسفات بها بشكل كبير جدا بشكل عجيب يعني من كان طريق التاجي أو إن كان مدخل بغداد من جهة الحسينية أو المدخل الآخر المهم اللي هو بوابة بغداد واسط شاهد الممر الأيمن والوسط يعني متعرج إلى أبعد الحدود. صح. يعني يحتاج بسبب الحمولة مهناية الحمولة الزائدة سائق المركبة الكبيرة الحمل ما يلتزم بالوزن المحدد للمركبة من يحاسبه هذا من المفترض هنالك قبان أرضي بالسيطرات بالضبط قبل المداخل العاصمة قبل السيطرات هذا القبان الأرضي يوزن المركبة يعني المركبة الكبيرة الحمل تدخل إلى هذا القبان ويتم وزن المركبة مركبة 40 طن ما يجوز إنه يحمل 50. صح. وهذا اللي يعني للأسف إنه طالبنا به الإخوان الجهات المعنية في هيئة الطرق والجسور الجهات المساندة لعملنا نعم ذات العلاقة إنه إرجاع العمل بنظام القبان حتى نقدر نسيطر على أوزان المركبات ونقدر نحافظ على بقية الطرق اللي بقت سالمة لغاية هذه اللحظة. أحسنتم. يعني هو العملية تكاملية بصراحة سيادة المقدم يعني من تطلع على طريق بغداد بصرة أو هاي التفرعات كربلاء إلى نجف ما شاهد إحنا ولا حدا هاي من ضمنها إشكالية الحوادث تماما الإنارة مفقودة تماما في مناطق يعني بكيلوات كبيرة مثلا 5 كيلو 6 كيلو يلا تشوف سيطرة هذا ما صار إلى حل يعني ما صار توقف مع المحافظات الطرق والجسور لحد ما وجد حل بالنسبة لي بصراحة يعني هي أزمة الكهرباء مثل ما تعرف أنه على الجميع يعني
يعني يقول كل مشمول بيها بهذا الموضوع بهذا الملف وكل متأذي من هذا الملف، ولكن الطرق الخارجية موضوع مهم جدا ومهم شائك. يعني بالآونة الأخيرة يمكن بالستة أشهر الأخيرة كانت هنالك حملة مكثفة لإخوان الجهاد ذات العلاقة لتطوير الطريق، خاصة من طريق بغداد باتجاه بابل باتجاه النجف باتجاه الديوانية. شاهدنا بحملة إعمار جميلة جدا طريق السريع الدولي، يعني خاصة يعني ترميمه مؤهل الآن بالوقت الحاضر أصبح طريق مؤهل. بدأوا يعملون بصح بالضبط. وأيضا الأسيجة الأمنية اللي طالبنا بها الجانبية، الأسيجة الأمنية اللي تمنع مرور نعم تكرم أجلك الله حيوانات اللي كانت سبب لنا حوادث على الطرق الخارجية. بقت فقط الإنارة، أيضا ناشدنا بها الإخوان في وزارة الكهرباء والدوائر المعنية بهذا الخصوص أنه يستثنون الطرق الرئيسية الطرق الخارجية، كذلك الإشارة المرورية اللي هذا أيضا ثقل يقع على عاتق رجل المرور، يعني فوق الثقل اللي دي يتحمله في هذه الأجواء اللاهبة، وأيضا الجهد اللي دي يقدمه لخدمة المواطن. يعني لو كانت الإشارة تعمل بشكل صحيح ويوصل التيار الكهربائي بشكل صحيح كان يقل عليه هذا الجهد بشكل كبير جدا. فإحنا طالبنا الجهات المعنية بهذا الخصوص بضرورة تزويد الطرق الخارجية والإشارات المرورية واستثناءها من القطع المبرمج لما له من تماس مباشر على حياة المواطن. أحسنتم جزاكم الله خير. أيضا مقدم فادي هناك سؤال، كثير من الناس تشكو من قضية الحر، يعني يقول لك أنا سيارتي حتى تبريد ما يلحق أن يبرد السيارة، فرادوا نسبة بالتضليل. خلوا مقارنة يقول كثير من السيارات يعني مو سيارة سيارة كل 10-20 سيارة راح تلقى سيارة مضللة بالكامل مضللة وبدون أرقام، هاي نسوي حوادث نسوي لا يقدر رجل المرور يحاسب ولا يقدر المواطن يأخذ رقم مثلا حتى يتوصل للجهات الأمنية حتى يوصل الرقم. هنا كيف تتعامل مديرية المرور مع هذه المعيارين؟ معيار هو أكو ظلم للمواطن، يقول لك أنا من حقي أن نعطي نسبة معينة وبها الأشخاص يعني واضحين داخل المكتب ما تمنع الرؤية. ما تمنع الرؤية. وأيضا أنت جانب آخر صارت السيارات كل جهة عندها سيارات مضللة، فشلون راح تحاسبني أنا؟ يعني من حقي كمواطن أطالب بالتضليل ولو بنسبة قليلة. نعم دكتور، مثل ما تعرف أنه قبل فترة تقريبا 3 أشهر صدر بيان للسيد مدير المرور العام المحترم بهذا الخصوص اللي على ضوء أكد على جميع مفارزنا لرصد هذه المخالفة اللي هو التضليل بالكامل بالنسبة للمركبات. وبالفعل باشرت يعني ملاكات مديرية المرور في جانبي الكرخ ورصاف برصد هذه المخالفة، ولكن هنالك في قانون المرور استثناءات، قانون رقم 8 لسنة 2019 اللي المعدل اللي نص بفقرة معينة بخصوص الزجاج المضلل واللي سمح فقط لفئات معينة بتضليل المركبة، يعني اللي هي الجهات المعروفة، يعني كل موكب للرئاسات الثلاث محدد إلى أعداد من المركبات أنه هذه يسمح إلى التضليل، كذلك السادة النواب أو السادة الوزراء أو السادة قادة الفرق العسكرية أيضا لهم السماح بتضليل المركبات. أما البقية مثل ما تعرف دكتور أنه الوضع الأمن الراهن في البلد لا يسمح بالوقت الحاضر بفتح باب التقديم على تضليل المركبات، واحنا نأمل ان شاء الله. يعني كانت هنالك دراسه للسيد مدير المرور العام بصراحه قدمها للسيد معالي وزير الداخليه المحترم بخصوص يعني انه السماح للمواطن تضليل نسبي، نعم بتضليل نسبه معينه، ولا زال هذا الموضوع قيد الدراسه. احسنتم جزاكم الله خير. بس وايد غرمون العالم مقدم فادي، بنفس الوقت بالكفه الاخرى انه المخالفات كثيره، يعني انا كل ما اغرم كل ما اقلل من نسبه الحوادث. صح، هي نسبه تناسبيه. يعني استخدام الهاتف النقال اثناء قياده المركبه يسبب لي حادث مروري، لان هو الحادث يقع اجزاء الثانية. فانا احاسب انبه، هو الغرض من المحاسبه مو جبايه الاموال وانما تنبيه سائق المركبه انه خطر على حياتك، خطر على احنا نتمنى من غرم. يعني بصراحه انا ما اتمنى اغرم المركبات، انا اتمنى المواطن يلتزم يلتزم يبتعد عن ارتداء حزام الأمان، قيادة داخل الطرق الداخلية بسرعة معينة بسرعة محددة، مركبته
يعني توالم الاوضاع اللي موجوده بالوقت الحاضر، يعني الاصوات المزعجه ولا غيرها او ملصقات الزينه اللي الخادشه للحياه بصراحه هذه المواطن يتذمر منها. صحيح. فاحنا بالتالي ايضا هنالك قانون للمرور وفقراته موجوده وضمن الفقرات انه يتم تغريمه، ولكن مثل ما ذكرت لك قبل قليل انه انا كل ما يعني اغرم الاخوه ساقي المركبات او احجز عدد كبير من المركبات بنفس الوقت انا حافظت على حياه كثير من الاخوه ساقي المركبات، راح اقلل من الحوادث. ذكرت لك في بدايه الحلقه انه الحوادث عندنا في السنتين الاخيره في ازدياد كبير، وهذا يقع يعني على عاتق الاخوه ساقي المركبات بالدرجه الاولى، وبالدرجه الثانيه على الطريق ورداءة الطريق. يعني مثل ما تعرف مثلث السلامه المروريه اللي المسبب للحادث هو ثلاثه اللي هو مثلث مثلث السلامه المروريه اللي هو السائق والطريق والمركبه. النسب اللي موجوده عندنا نسبه الحوادث واللي دا تزداد بشكل كبير بشكل مخيف، اسباب الحوادث من نجي نقع على ارض الواقع نشوف الحوادث، يعني نشوف معظم هذه الحوادث او ثلاث ارباع هذه الحوادث سببها سائق المركبه، اما عدم الالتزام بالسرعه المحدده له او عدم الانتباه اثناء قياده المركبه او استخدام الهاتف النقال، استخدام التكنولوجيا. يعني هذا نلاحظ على الطريق الدولي مثلا على سبيل المثال انه السرعه المحدده 120 كم بالساعه. تمام. هو متعدي، ماكو واحد يمشي 120 كم بالساعه، نادرا قليل تلقي. يعني الشارجرات وغيرها وغيرها المركبات السريعه الاخرى 200 180، وهذا بحد ذاته شروع بالقتل. بنفس الوقت هو بهالسرعه هذه وده يستخدم الهاتف النقال وممكن يستخدم السوشيال ميديا اثناء قياده المركبه. احنا شلون نعرف هذه؟ عندنا رصد، عندنا شعبه للرصد ومن ضمن دائرة العلاقات والإعلام، يعني دا نرصد الحالات للأخوة ساقي المركبات، يقوم بتصوير الطريق، يقوم بتصوير جيش السرعة، وهو وكأنه عنده سباق، يعني ما يعرف أنه هذا السباق لا سامح الله يؤدي إلى وفاته. صحيح، نبهتنا حتى من السوق السرعة زايدة ما أصور. يعني أنا أشوف مرات يعني أصحاب الأصوات اللي تصدر من السيارة تلقاها بالشوارع موجودة، وخاصة بالكرادة للأمانة. نعم. تلقاها صوت مفرط، وشفتها فاتت من دورية ما وقفتها، يعني هذا حزم قلبي. أقول ليش ما هي القواطع أن تصير هي مسؤوليتها أن يحال إلى محكمة، لأن هذا من يمشي بفرع أكيد عوائل، أكو ناس مرضى، أكو ناس يعني استوى جاي من دوام يريد ينام، وهاي أصوات مرعبة بصراحة، ترعب حتى الأطفال. زين، شنو اجراءكم القانوني الى بالنسبه للاصوات الضوضاء ذكرت اللي بالسيارة؟ نعم، اي اللي هو العادم، عادم الصوت، تلاعب التلاعب بالعادم والصالنصه، هذا يؤدي الى ارتفاع صوت المركبه بشكل كبير مزعج. يعني صح، بصراحه مفارزنا اللي موجوده بالوقت الحاضر داخل العاصمه بغداد منقسمه قسمين، يعني عندنا مفارز لتنظيم حركه السير والمرور، واكو مفارز جواله وايضا مفارز ثابته سيطرات ثابته لغرض رصد هذه المخالفه. ومثل ما ذكرت لك ايضا قبل قليل عندنا احصائيه باعداد المركبات، احصائيه مفصله يوميا اعداد المركبات اللي تحجز داخل مقرات القواطع ومقابلها ايضا نوع المخالفه. اي مخالفه يعني تكون قليله النسبه يعني القواطع تحاسب، لان هذه المخالفه موجوده. عندنا امر ايضا من يعني في قانون المرور، نعم في قانون المرور يحق لرجل المرور انه يلاحق هذه المركبه ويتم استيقافها وحجزها داخل مقرات القواطع، وتغرم بغرامه مقدارها 200,000 دينار، اضافه الى عدم اطلاق سراح المركبه الا بعد رفع المخالفه اللي موجوده بها. هذا قانونه؟ نعم قانونه في قانون المرور. تغرم غرامة 200,000 وتحجز داخل مقرات القواطع، ولا يتم إطلاق سراحة إلا بعد رفع المخالفة اللي موجودة بها. يعني يعدل الصالنصة، يرجع الأصلية، ويعني يمنع الصوت، يرجع الصوت طبيعي بالنسبة للمركبة، يلا يطلق سراحة داخل. جيد. إذا كانت المفرزة ثابتة حتى المفارز المتحركة ما قدر تتحرك وراء ولا تقدر تستوقفتها، يدون الرقم؟ يدون الرقم، ولكن عندنا دراجات او عندنا يعني دوريات متحركه من حقها انه تلاحقه وتستوقفه. يعني قبل فتره كانت عندنا حمله ضمن يعني جتنا شكاوى من المواطنين في يعني منطقه شارع ربيعي، منطقه زيونه، شكوا دراجات بالفعل مفارس كانت منتشره هناك، ويعني بالفعل يعني تم ضبط اكثر من 20-25 حاله ضمن هذه المنطقه، وتم حجزهم ورفع المخالفه وتغريمهم يلا اطلق سراح.
وملاحظة عفوا بسيطة، قبل قليل ذكرت أنه السيد مدير الأمور العام المحترم هذا طبعا حصري لحضراتكم لهذا البرنامج، أنه كان في السابق مثل ما تعرف أنه محدد يوم الأربعاء لمقابلات السيد مدير الأمور العام المحترم، الآن صدر يعني توجيه من السيد مدير الأمور العام أنه يوم الثلاثاء إن شاء الله يعني من الأسابيع القادمة كل يوم ثلاثاء الساعة 8:30 صباحا السيد مدير الأمور العام المحترم اللواء طارق الربيعي يكون متواجد لمقابلة المواطنين، كل من عنده شكوى، كل من عنده مقترح، كل إنسان يحس نفسه أنه انظلم في مواقع المرور أو من جراء عمل المرور، فأبوابنا مفتوحة عن طريق قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة يوم الثلاثاء من كل أسبوع. جيد، يعني الثلاثاء والأربعاء لو فقط الثلاثاء؟ لا فقط الثلاثاء، صار بدل الأربعاء بقية الأيام من الأحد إلى الخميس أبوابنا مفتوحة. جيد، لكن لا كمقابلة المواطنين فقط الثلاثاء، كمقابلات المواطنين مع السيد المدير العام يوم الثلاثاء. إذا مشاهدينا الكرام، بدل الأربعاء مقابلات السيد المدير العام تم تغيير الجدول إلى يوم الثلاثاء ساعة 8:00. عندنا اتصال؟ ألو؟ الو الو، السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ حبيبي الغالي يا مرحبا. خال العزيز، انا عندي سياره تريلا طلعت لها اخراجيه. نعم يعني اخراجيه طلعت لها اخراجيه. بل تنكر، هي طلعت لها اخراجيه نقل تهريش هي. واضح. ايه، كانت برقم قديم، انا السياره مشتريها من واحد كردي وشانت برقم، فصارت اخراجيات طلعت لها اخراجيه. بذاك الرقم القديم، فالسياره حولتها باسم ابني، فمن بدي احول باسم باسم ابني؟ ابني احنا عرب وسياره كرديه لازم يغيرون رقمها رقم عربي، تعرفون انتم يدقون بدايه خمسه. زين. اي، فبدلت رقمها، فهسه ارفع الاخراجيه، فالحج يجي برقم الجديد ورقم القديم. والرفع الرفع الحجز مالها جاي برقم القديم. واضح. انت تراجع مديريه المرور العامه وياك السيد المقدم يحكي، تفضل. طيب عفوا، انت تراجع مديريه المرور العامه بهذا الخصوص؟ والله راجعت ال ملعب الشعب، تكون ماكو مديريه هناك ملعب الشعب، الحاسبه المركزيه بالحاسبه المركزيه لو بالتكيال. لا لا، بالحاسبه المركزيه ما له علاقه بالتكيال. انا السياره ده احولها ده التجديد السنوي ده ما يدزونها علي، اعرف علي حجز. نعم زين، هو هسه شنو رقمها؟ إيه؟ الرقم هسه اللي مثبت بها جديد رقمها مو طلعت الاخراجيه. نعم، اخراجيتها كانت برقم القديم. نعم، وسياره حولتها باسمي. من حورتها باسمي انطوك كتاب. عفوا، انطوك كتاب للجمارك عفوا حاج، انطوك كتاب للجمارك يعدلون الدفتر الخروجيه اللي عندك بالرقم الجديد، يحدثوه يعني. ما اعطوني كتاب. زين، تقدر تجينا المديره المرور العامه يوم الثلاثاء؟ انا اكون بانتظارك ان شاء الله. الاول بملعب الشعب. نعم، مديره المرور العامه اللي بملعب الشعب. اكو بالطابق الثاني دائرة يعني مكتب صغير مال الممثلية مال شنو؟ ممثلية الإقليم. أها، ممثلية الإقليم. نعم، هناك اسمي موجود. نعم، يعني أولياتك موجودة. ايه؟ واصلة جاية. إيه هناك. هسه الخلل اللي عندك فقط بالحاسبة المركزية؟ الخلل عندي حجز على السيارة برقم جديد والرفع مالها جاي برقم القديم. واضح، واضح موضوعك. إن شاء الله إذا تقدر تمر تجينا لمديرية المرور العامة إن شاء الله نكون بخدمتك. أنت بيا محافظة حجينا؟ أنا من ديالى، أنت قاعد بكلار. بكلار؟ أي والله نازل. زين، يقدر تعالجوها مثلاً إذا؟ يقدر يعني إذا تليفونه على الكنترول. ايه؟ هو أكيد إلا حضوره، بس إذا أمكن إنه يترك تليفونه على الكنترول نتصل بيه. حجينا حتى سهل مهمتك، يعني ليش تجي؟ خلي مقدم فادي باكر إن شاء الله، بس خلينا رقم تليفونك إذا أمكن. يعني ليش سد التليفون هسه؟ الاخوان راح ياخذون رقم تليفونك وانت من كلر يعني كلش بعيده يعني راح يصير معانا ان شاء الله نقدر نساعده حتى بدون حضور. اي نساعده والله نقدر نساعده خدمته ان شاء الله. وياي حج رحم الله والدك، اذا روح يم هاي المالت خليك كردستان بالضبط حتى يعرفوني هناك. اي ان شاء الله ثلاث مرات حجينا ان شاء الله. مقدم فادي هو بالاعلام هناك، يمكن بالطابق الثالث. نعم،
يعني جوا طيب. ينزل ان شاء الله ويشيكها وما يكون خاطر كله طيب ويتواصل وياك يعني الرجل هو راح يتصل. انا اتصل به ان شاء الله احسنت اوضح لك والله خير. هذا رقميكم حجي لا سد التليفون ابقى ابقى تليفونك مفتوح الاخوان بالكنترول راح ياخذون رقم تليفونك اخذته جيد جزاكم الله خير. كيفك ناخذ فيديو يلا مشاهدينا الكرام اخر فيديو بالتجوال مع العميد علي الشمري مدير موقع الحسينية المركزي واختمنا وياه وحتى نرجع نستكمل حلقة مع مقدم فادي. نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود. مشاهدين الكرام ما زلنا بتغطيتنا اليوم الميدانية في موقع مرور الحسينية أو موقع تسجيل الحسينية تابع لمديرية المرور العامة برفقة السيد العميد علي طارش الشمري. سيادة العميد هاي الحاسبة نعم هاي الآلية يعني هاي كانت سابقا شباك واحد فقط لغرض استلام المعاملات المواطنين باشرنا لحد الآن يعني اللي خليتها الثانية سبع شبابك إذا تلاحظها فالمواطن مباشر يتوجه للأخ المنتسب اللي خلف الحاسبة يروج المعاملة يختم له سرقات وغرامات فشو بالتالي انت تلاحظ الموقف خالي يعني من شباك واحد سبع شبابك فما تبقى زخم عندك اضافه سبع شبابك يعني سبع منتسبين سبع منتسبين اضافه لانه قلت لك من ضمن انجازات يعني ومبادرات السيد مدير المرور العام المحترم اللي هو طارق الربيعي هو قلت لك انا تقليل الروتين فمن ضمن الروتين والاجراءات اللي نعاني منها المواطن يعني غالبا في الوقت السابق كانت مشكله الغرامات يعني المواطن يسدد غرامه ما مرحله بعد الاستلام باشر وعلى الفور خلى حاليا يعني كل مجمع المواطن يدفع الغرامه مباشر نفس الوقت يترحل الغرامه مالته يعني ماكو بعد يروح يقول لك انا دفعتها ولقيتها واقعه عندي بالحاسبه ماكو هالحاله يعني يدفع يمنا داخل المجمع بنفس اليوم اصلا بالنظام ما راح تعبر المعامله ذا عليه غرامه فمضطر المواطن يدفع الغرامه وكذلك الدائره ملزمه بنفس اللحظه ترحل الغرامه ويكون موقفه خالي بخصوص المركبه. السلام عليكم. السلام عيوني. ايش صار لك ايش قد من راجعت الدائره؟ صار لي تقريبا نص ساعه. نص ساعه؟ ايه. كملت اجراءاتك وبقيت بس على الغرامه؟ ايه حاليا جاي ادق سرقه غرامات اوصلها للباص ما يجي البايع حولي. ماكو اي شيء. شلون الاجراءات اللي اشوفها؟ حلوه وتعاملهم حلو. يعني شنو الفرق ما بين قبل وهسه؟ فرق يعني كلش كبير، كان سرى وتعب ومعاناه هسه سلسل الامور. ايش قد صار لك من قدمت المعامله هنا؟ ما صار له خمس دقائق. السلام عليكم. شكرا الله يحفظك. شنو المشكله او امور زينه؟ والله الحمد لله يعني انت هسه تشوفه بعينك كل الشباب هيك المراجعين يعني كلش قليلين وانسيابيه كلش عاليه بالعمل. اكو ايام عندكم ضغط بها يصير مثلا؟ والله هنا احنا يعني ما عندنا اي ضغط لانه تعامل كلش يعني انسابي كل الشباب دائما فارغه والمواطنين يعني دائما اقل معامل اكثر شيء تعطل ساعه. ممتاز ممتاز موفقين ان شاء الله. هسه خلصت سجاد خلينا نشوف معامله سجاد. السلام عليكم. عليكم السلام. خلصت سجاد يعني خلصت سجاد هسه كملنا سرقات غرامات يتوجه البايع والمشتري الى كابينه 7 ترويج. زين ترويج المعامله. ترويج المعامله ابو كابينه 7 يحولهم جوا على القاعه البصمه يبصمون. ممتاز. شكرا جزيلا. سجادها اوكي منوري عاشتيدك. السلام عليكم. شلون الاجراءات يعني اول ما يجي المواطن يسحب السماره وراها يجي ياخذ سرقات وراها غرامات وراها ترويج يعني العمليه كلها احتمال ربع ساعه او بالجزء ساعه منجزه يروح يبصم نص ساعه هوايه. الحمد لله انت قدامك نعمه خير من الله. الحمد لله فقين بارك الله بجودك. توجيهات جزيلا السيد المدير طبعا ومتابعته جاني لانه من الشباك ماله نادي مباشره جاء لي هو المسؤول واحد ما شفته قاعد على مين السيد المدير مو قدامي والله العلي العظيم مو مجامله الله شاهد زين والحمد لله والشكر الرجل المناسب بالمكان المناسب ان شاء الله هذا احنا نطلب ان شاء الله. نحمد الله نحمد الله ونشكره بتوجيهات السيد المدير المحترم. شكرا جزيلا مفوض حيدر. الله يحفظك انا استاذ. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام يعني
تم يعني توظيف الحلقة اليوم بمديرية المرور العامة، ولكن أتوقع تقرير أخير لكن ما أعرف شو ما شفته بالحاسبة، تقرير راح يكون به هو تصوير على السياقة وشلون تأخذ الإجازة وعملية الخطة، وصورناها طبعا لكن ما شاهدته يمكن ظهر لا هو يمكن المسحة نقل يعني، لكن هذا اللي قدمناه. وأيضا هي ترقية الضباط، سبحان الله في يومها تم ترقية الضباط، كانت الجدول فاللي كان رائد صار مقدم والنقيب صار رائد وهكذا، والعقيد صار عميد. والجميل اللي شفته بصراحة بأن مدير الموقع هو اللي لبسهم الرتب وهو كان فرحان. يعني احنا ندري كل المسؤولي دوائر دولة، كل الرؤساء اقسام ما يريد واحد يجي على منه او يجي نفسه بالمنصب، لكن الناس الممتلئة تتمنى الخير للآخرين. وهذه طبعا انا حسيتها نصيحة كبيرة من شفته، نصيحة مجانية من شفت العميد مبتسم وفرحان أن يصيرون بدي درجات أعلى. سيادة العميد عميد يعني عبرتك نجمة، سيادة المقدم بدقيقتين، المبالغ المستوفية إيش قد الإجازة تأخير عليها وإيش قد السنوية؟ هو سؤال اللي يسألون يا بصراحة. نعم، بالنسبة لتجديد إجازة السوق مثل ما تعرف دكتور أنه 50,000 دينار هو رسم التجديد، وأيضا هناك رسوم أخرى يعني تترتب عليها إذا كانت يعني متأخرة لفترة طويلة أكثر من سنة، يعني على كل سنة 10,000 دينار فقط. اما بالنسبه للمركبات كذلك نفس الحاله، يعني السنويه الخاصه بالمركبه رسم تجديدها 50,000 دينار. اكو هنالك رسوم بقيه الاخرى، يعني كل سنه ايش قد تاخيره؟ 10,000 اجازه. اي 10,000 الاجازه السنويه. نعم. نفس الشيء، نفس الرسم 10,000 دينار على السنه. على اي ايش قد 10 سنوات 20 سنه؟ نعم. واذا كرتونيه وضايعه شلون؟ يعني قبل 2003. اي قبل 2003 ضاعت. وهذه مثل ما تعرف دكتور ما كانت هنالك بيانات يعني بوقتها، ما كانت ارشفه صحيحه، ما كانت حاسبات، فيطلع جديده لاول مره افضل. هاي طلع جديده. نعم، اللي يعني مفقوده قبل 2003 يطلع لاول مره، ومن حقه على عمره يقدر يحصل على عمومي او خصوصي الفئه اللي يعني اللي يرغبها. زين، هنا اكو تجاوز خطه معينه مثلا حتى يمنح الدولي؟ ما مشمول بالخطه، يعني اكيد لازم يدخل بالاختبار اول مره، الفحص الطبي، فحص اللياقه، فحص النظر، واللي هو شيء جيد ان يعني يكون في نفس الموقع. اكيد في نفس الموقع. هذه يعني مثل ما تعرف ضفناها مؤخرا. صحيح. يعني حتى المواطن يعني ما يتعب يروح المستوصف ويرجع او تجيب البريد الرسمي. أنا بالنسبه لي اقول انجاز اكيد. في يعني احنا يعني كان هنالك ترجي على الاخوان في اداره العيادات الشعبيه، ترجيناهم وبالفعل الاخوان ساعدونا بهذا الموضوع وخلوا مفارز في كل مواقع التسجيل. سابقا كان عندنا في موقع الحسينيه والتاجيات فقط، الان لله الحمد في موقع الغزاليه، في موقع الرستميه، هنالك مفارز للدوائر الصحيه لغرض فحص النظر. احسنتم السيد المقدم فادي عماد نافع من اعلام مديريه المرور العامه، شكرا لك، شكرا لهذا التوضيح، شكرا لحضورك المميز في الاعلام، شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتور، شكرا. حسنتم، بارك الله بكم. وايضا دورنا اليوم بعد ما انهينا هذا الملف، وايضا يبقى هو طبعا مفتوح في اي وقت نقدر نستثمر بعض المشاكل، بعض الاراء، بعض الاستفسارات، ونفتح هذا الملف في اوقات اخرى، لكن بعد ما ناخذ مجموعه من دوائر الدوله. واللي هي أي موضوع يخص خدمة المواطن احنا راح نتناوله في برنامج بخدمتكم. شكرا جزيلا سيد مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، شكرا لأخوان في الإعلام، شكرا لمن ساهم في إنجاز هذه الحلقات اللي تخص مديرية المرور العامة، وأيضا شكرا جزيلا لكادر برنامج بخدمتكم والأخوان في العلاقات وفي الاستوديو، وتقبل تحياتنا معدوم مقدم من البرنامج حازم الحربي. ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء في أمان الله.